علقنا شواهد نسخ شواهد الدكتوراه على باب الوزاره كرساله واضحه الى وزاره التعليم العالي وبحث العلم والابتكار، وبالاخص الى السيد وزير التعليم العالي وبحث العلم والابتكار عبد اللطيف مراوي، على هذه الشواهد المعترف بها دوليا وعالميا وهي اعلى شهاده عالميه اكاديميه. نعاني من البطاله والتهميش والقهر والسحل والتنكيل في شوارع الرباط من طرف القوات العموميه، هذا ولا يفوتنا اليوم ان نندد بالتدخل السافر في حق دكاترتنا ودكتوراتنا في الأسبوع الماضي، حيث أسفر عن سقوط بعض المصابين والمصابات، نقل البعض إلى المستشفى، وهذا يعني خرق واضح للدستور والقوانين الدولية والعهود الدولية. اليوم نجسد محطة نضالية، لأننا مقبلين على محطات نضالية أكثر تصعيدا، وهي وذلك فعل السلطات المعنية والمؤسسات الوصية على ملفنا أن تتحمل كامل المسؤولية إلى ما ستؤول إليه الأوضاع. كذلك نعلن الرأي العام الوطني أننا ما زلنا متشبتين بحقنا بالإدماج العادل والمشروع في المؤسسات العمومية والجامعات المغربية ومراكز البحث العلمي، كما نعلن تضامنا المطلق ولا مشروط مع جميع الحركات الاحتجاجية الشعبية المطالبة بالعدالة والعيش الكريم، كما نطالب الجهات المعنية والوصية على ملفنا أن تفتح معنا حوارا جادا ومسؤولا من أجل البحث عن مخرجات العطالة، كما نندد بتدخلات القوات القمعية في حقنا وفي حق مسيرتنا الاحتجاجية بشوارع الرباط. نأتي اليوم لكي نذكر الحكومة المغربية بائتلافها الثلاثي بالتزاماتها وبرامجها الانتخابية، حيث نصت في برامج الانتخابية على أن لكل مواطن مغربي تكافؤ الفرص في الحياة وعلى الصحة، يعني صحة والمؤسسة التعليمية للجميع والصحة كذلك، ولكن وكذلك حتى مناصب شغل كافية للجميع. إذا كان طلبة دكاترة معطلون، دكاترة نالوا وحصلوا على أعلى شهادة علمية وأكاديمية في شوارع الرباط يعانون من البطالة والعطالة والتهميش والقهر، فما بالنا بمن لم يحالفوا الحظ في أن ينال يعني شواهد علمية أقل من شهادة الدكتوراه. العطالة في المغرب هي عطالة يعني تعرف نسبا مرتفعة، جد مرتفعة، كما أن التقارير التابعة للأمم المتحدة تصنف الشعب المغربي من أكثر الشعوب في العالم تعاسة، فمعدل السعادة في لدى الأمم المتحدة، السعادة في الشعب المغربي في التقارير الأمم المتحدة هو 100، يعني التصنيف الدولي هو 100، بمعنى أن الشعب المغربي يعرف تعاسة لأنه مقهور من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية وكذلك من الناحية السياسية. أما البطالة فيحتل المغرب تقريبا معدل 90 في العالم، حوالي 90 في التصنيف 90، وراء والأدهى من ذلك والأمر أنه وراء كل من الدول الإفريقية جنوب الصحراء مثل النيجر وزيمبابوي وكذلك ربما الملاوي والبنين، يعني أن هذه الدول تعرف البطالة عندها يعني أقل نسبتها أقل من المعدل الذي يعرفه المغرب، وهذا في الواقع لا يشرف المغرب. البرلمان اللي خاصهم يدافعوا علينا في قبة البرلمان، وحنا كنطالبوا أنهم يدافعوا علينا، ما كيديروش هذا الشيء، تابعين غير التفاهات. وهذا هي الفضيحة اللي تفجرت في الأسبوع في الأسابيع الفارطة، 2400 شبح غير هنا في الرباط، فما بالك بالإدارات الأخرى غير في عمدة الرباط اللي صرحت بها، فما بالك بالإدارات الأخرى، في حين حنايا أولى بهذه المناصب اللي فنينا الشباب ديالنا والعمر ديالنا باش في البحث العلمي باش نحصلوا على شهادة الدكتوراه اللي هي أعلى شهادة في البلاد، وفي الاخر كنلقاو راسنا في الشوارع. حتى المناصب اللي كتلونصا في لي كونكور كتكون منصب واحد في جامعه، في حين غيتبار عليه شحال واحد غيهزو ثلاثه، حنا ما عندناش بعض المرات ما عندناش حتى الحق، ما كيكون ما كنتهزوش حتى في هذيك لابري سيليكسيون، حيت ما كنعرفوش الطريقه كي كيديروا باش كيديروا هاد لابري سيليكسيون اللي كدار باش غادي يدوز هاد المرشح يدوز الكونكور.
في حين كاين الفساد والزبونيه هي اللي خلاتنا اننا ما غندوزوش مباريات. المحسوبيه والزبونيه راه انتشرت وراه باينه وراه خرجت الاعلام مثلا ناخذ كمثال ستات اللي نقاط مقابل الجنس، كاين في طنجة توظيفات اللي كانت توظيفات بمبالغ ماليه مهمه، راه تحكمات اليوم المحكمه انهم غادي الناس اللي توظفوا بهذه المبالغ غادي يخرجوا ما عرفتش شنو غادي يديروا فيهم. ها هو دليل على وجود الفساد. داكشي علاش حنا كاينين هنايا، والعدد ديالنا راه ماشي بزاف. نورمالمون كان الدكتور فاش ياخذ دكتوره غادي يوظفوه ما يلقاش هذا المشكل. علاش دابا كيقول لك باغيين خبرات دوليه؟ فين حنايا اصلا يعني كطعنوا في الشهاده ديالنا؟ الشهاده ديالنا اللي حنايا نتوما كتقولوا، نتوما كنتو في لا كوميسيون في الجيري ديالها كتقولوا انها شهاده وطنيه، يعني كطعنوا في الشهاده الوطنيه. حنا شكون اللي قرانا غير اساتذه جامعيين مغاربه، يعني اللي كيطعن في الشهاده ديالنا كيطعن في راسه. والسياسيين اللي كاينين في قبه البرلمان اللي كيقروا فينا حنايا ما عندهمش حتى المستوى اللي كيليق بهاد القرارات المفاجئه اللي كيخرجوهم، حيدوا المرسوم ديال التوظيف المباشر اللي جاو حيدوه على فوا، في حين ان اصحاب الشهادات العليا كان عندهم الحق في التوظيف المباشر، جاو هما وحيدوه. هذا الشيء غير مبرر، اغلبيه كيخدموا غير ما عرفتش نقول لك الصالح ديالهم هادشي.